شو كيف صرتي مرت عمي؟ الحمد لله. لسه عندي شوية صبر وقوة لأتحمل هالمصايب اللي عم بتصير من تحت راسك. مصايب؟ شو بتقصدي مرت عمي؟ ما تكوني زعلانة مني لا سمح الله. أكيد ما رح أنبسط لما تغلطي. شو كنتي عم بتفكري تارا؟ إنه أنتي والسيد بلال هيك ببساطة رح تخونوا لابني وقدام عيوني وأنا ما أعرف بهالشي؟ شو؟ شو هالحكي مرت عمي؟ أنا ليش لا أعمل هيك شي؟ وأنا كمان سألت حالي نفس السؤال، أنتي ليش عملتي فينا هيك؟ نحن شو اللي مقصرين فيه معك يا ترى؟ وأنتي بتعرفي إنه أنا ظلمت بنت أختي بس كرمالك، كرمال إني أرجع أعمل لك عيلة، وتزعلت مع أختي يلي فكرتها عم تظلمك، تخانقت معها وزعلتها، وكل هاد بس كان كرمالك أنتي. مرت عمي بترجاكي تفهميني، ليش عم تحكي معي هيك؟ مو أنتي يلي جبتي لبلال على هذا البيت؟ وعرفتي على زوجك فرحان بحجة الشغل؟ وكله منشان يصير فيكن تلتقوا عنا بالبيت. مرت عمي مستحيل أعمل هيك، بالأساس ما كنت بعرف إنه هو شريكه لفرحان. بس هو بيعرف إنك أنتي مرته. اسمعيني منيح تارا، فرحان شخص بسيط، وهو مفكر إنه كل الناس صادقة مثله، وما بيعرف إنه في ناس بهالدنيا شغلتها الخيانة. مرت عمي أنا لسه ما حكيت لفرحان بالقصة لهلأ، ولا حتى معك يا تارا. ابني شخص صادق ومستحيل شوفه وهو عم ينضحك عليه وينخدع وضل ساكتة. لهيك الأحسن هلأ تلغي الدكتور بلال من حياتك كلها، وإلا أنا رح أضطر أحكي مع فرحان بهالقصة هاي، وقتها أنت رح تتحملي النتيجة. ابني شخص صادق ومستحيل شوفه هو عم ينضحك عليه وينخدع وضل ساكتة. لهيك الأحسن هلأ تلغي الدكتور بلال من حياتك، وإلا وقتها رح أضطر أحكي مع فرحان بهالقصة هي، وأنت رح تتحملي النتيجة. ليش عملت هيك بلال؟ ليش عم تبكي تارا؟ إذا بكيت ولا كنت مبسوطة أنت بالأساس شو دخلك؟ رجاءً لا تتصل فيني لو شو ما صار. قلي لي شو صاير تارا، شو القصة؟ احكي لي. أنت علاقتك مع فرحان وبس، احكي معه لإله، ما في داعي كل يوم تدق وتتصل فيني وتحكي معي. اهدي تارا، شو هالحكي يلي عم تحكي؟ تارا شو القصة؟ ما عم أفهم، ليش أنت وخالتي زعلانين مني؟ مرت عمي مفكرة في شي بيناتنا. يا ربي أنا ليش هيك عم يصير معي؟ قضيت حياتي عم ببكي، وشو ما عملت ما بلاقي غير الكل عم يتهمني ويحكي علي قصص مو صايرة. خلص اهدي شوي هلأ، وبس لحتى تهدي شوي برجع وبحكي معك. لا ما في داعي ترجع تتصل فيني مرة تانية، بترجاك لا تتصل على هالرقم. تارا عم تسمعيني؟ ألو تارا. تارتي ہے ڈوبتی ہے. الله يتقبل صلاتك منا ومنكم. شو عم تدعي؟
الله يفتحها بوشك ويرزقك. تارا، أنت بتعرفي إني دائما بصدق كلامك، وهذا الشيء ما رح يتغير بحياتنا. شو صاير؟ عادي احكي لي. احكي. ما في شيء، بس فيني اسألك سؤال؟ ليش امتى كان بدك تسأليني سؤال واجيت انا منعتك؟ تفضل اسأليني شو بيخطر ببالك. انت قديش بتوثق فيني؟ شو هالسؤال هاد؟ ما فيك ترد على سؤالي بسؤال، بدي اياك تجاوبني فرحان. افترض حدا حاول يشوه سمعتي قدامك، انت يا ترى وقتها شو بتعمل؟ قلي فرحان. اكيد رح صدق، ويلي بيعمل هيك صدقيني ما رح اسكت له ابدا. طيب وبلكي هالشخص كان من عيلتك، بهالحاله رح تضل تصدقني الي؟ طبعا. ليش؟ لأنه أنت بحياتك ما خدعتيني ولا كذبتي علي حتى، وما حدا بالدنيا بيقدر يغير نظرتي لإلك. ليكي تارا، إذا مصرة أنه ما تردي علي، أنا رح إجي على بيتكم، وبتعرفي منيح أني أنا بعملها. ليكي تارا، إذا مصرة أنه ما تردي علي، أنا رح إجي على بيتكم، وبتعرفي منيح إني أنا بعملها. شو مشكلتك معي بلال؟ بصراحة حابب شوفك، بس أنا ما بدي شوفك أبداً، ولا حتى بدي أحكي معك. بترجاك لا عاد تتصل فيني. إذا مصرة إنك ما تسمعيني تارا، صدقيني إني أنا رح ضل أتصل فيكي. طيب معناتها رح أعمل حظر لرقمك وأخلص منك. إذا بدك تحظري رقمي بهاي الحالة، ما رح تتركي لي أي حل تاني أبداً غير إني إجي لعندكم، وأنا ماني حابب أحكي معك قدام حدا، لهيك ضروري إنه نقعد سوا. تارا قرري يلي بدك إياه وإنت حرة. شو بدك؟ ما فيني أحكي على التليفون، لازم شوفك. ليش ما فيك تحكي؟ وين المشكلة إذا قعدنا؟ شو أول مرة بتتعرفي علي؟ ما أنتي بتعرفيني منيح إني ماني تبع تسلاية ولا هذا الحكي الفاضي. ليكي كوني متأكدة تارا، أنا نيتي صافية تجاهك، صدقيني. بس بدي ساعدك، يعني كصديق مو أكتر، وهات كل شي. وين بشوفك؟ ماشي. طيب رح أمسكك مسك اليد. طيب خدي راني معك. مرت عمي، إذا أخذت راني معي هيك ما حدا بيضل يساعدك بأرسلان، وأنتي لسه ما صحيتي منيح. لكن إذا كانت صحتي عن جد بتهمك، أعملي اللي قلت لك عليه. أنا اليوم حضرت له رقمه. طيب روحي، بس لا تتأخري. طيب.